اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل لشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلنا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه، وهو حي دائم قائم لا يفوت ولا يموت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير.